بنقدم تريننج للطلبه اللي هم لسه في كليات اللي هم لسه بيدرسوا في الكليه، وفي كمان قسم تريننج للبوست جراديويت اللي هم اتخرجوا خلاص من الكليات. الطلبه بتيجي عندنا هنا بتتعلم كذا حاجه. اول حاجه التكنيك، ازاي بجهز العينه لحد ما تبقى حاجه نسيج تحت الميكروسكوب اقدر ان انا افحصه. من الخطوات المهمه اللي بيجوا بيتعلموها معانا ازاي كمان العمليه لما بتيجي بنعمل فيها ايه، بنقطعها ازاي، ايه الحاجات المهمه اللي احنا بناخدها علشان اقدر اشخص بيها الورم. الجزء الثاني من التريننج عندنا ان الطلبه بينزلوا معانا ويشوفوا ازاي بنفحص الحالات تحت الميكروسكوب، وبيتعلموا ايه الحاجات اللي احنا نقدر نطلعها من الميكروسكوب ونكتبها في التقرير. احنا بندعو كل الطلبه من كل الكليات العمليه وكلية الطب ان هم يبداوا يجوا معانا ويتعلموا ويشوفوا رحله العينه من اول ما بنستلمها لحد ما نطلع لتشخيص يفيد المريض ان شاء الله.